إن تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني هو شبكة عالمية مشتركة بين الوكالات، مهمتنا تعزيز حماية الأطفال ورفاههم في الأطر الإنسانية. يشكل هذا الفيديو جزءاً من سلسلة فيديوهات تستعرض المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني أو المعايير الدنيا لحماية الطفل. تعتبر هذه المجموعة المؤلفة من 10 مبادئ و28 معياراً والإرشادات المرافقة لها أساسية لجميع العاملين في المجال الإنساني، فهي تساعدنا على القيام بواجباتنا تجاه الأطفال. في هذا الفيديو نستعرض الركيزة الثالثة، معايير لتطوير الاستراتيجيات الملائمة والنهج الاجتماعي الإيكولوجي الذي يوجه هذه المعايير. في جميع أنحاء العالم ينشأ الأطفال في كنف عائلات ومجتمعات محلية ومجتمعات أوسع، وكل واحد من هذه العناصر يترك أثراً على حمايتهم ورفاههم، لا سيما في الأطر الإنسانية. إن مخاطر الحماية التي تؤثر على الأطفال، أي العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، تؤثر على الفتيات والفتيان على مستوى فردي. ولكن من المهم أن نفهم أيضاً أن هذه المخاطر تحدد نتيجة عوامل مختلفة ضمن العائلات أو الظروف العائلية التي يعيش فيها هؤلاء الأطفال في المجتمعات المحلية وفي المجتمعات الأوسع التي يسكن الأطفال ضمنها. من خلال وضع الطفل في صميم الجهود الإنسانية التي نبذلها وفهم التفاعلات بين الطفل وعائلته ومجتمعه المحلي ومجتمعه الأوسع، يمكننا أن نطور نهج وقاية واستجابة أكثر شمولية لحماية الطفل. يوفر النهج الاجتماعي الإيكولوجي لوضع البرامج إطاراً للعمل يساعدنا في تحقيق نتائج أفضل للأطفال، فهو يكمن في صميم الركيزة الثالثة من المعايير الدنيا لحماية الطفل التي تصف النهج الأساسية وتدخلات الوقاية والاستجابة لمخاطر الحماية التي يواجهها الأطفال في الأطر الإنسانية. إن النموذج الاجتماعي الإيكولوجي يجبرنا نوعاً ما على توسيع رؤيتنا والنظر إلى تنمية الطفل نظرة أوسع وأكثر شمولية من وجهة نظر جميع الأشخاص الذين يساهمون في تنمية الطفل. بدلاً من النظر إلى مسألة حماية واحدة، يعتمد هذا النموذج نهج الأنظمة ويأخذ في الاعتبار جميع عوامل الخطر والحماية التي تؤثر على الأطفال. فعندما نعمل بهذه الطريقة، نتمكن من أن نفهم بشكل أفضل الأسباب الجذرية الكامنة وراء المخاطر، وأن نعمل مع القطاعات الأخرى لتطوير الحلول. دعونا نلقي نظرة عن كثب على الطريقة التي يساعدنا بها النهج الاجتماعي الإيكولوجي على تعزيز جهودنا لمنع إلحاق الأذى بالأطفال والاستجابة لهذا الأذى. بوجود الطفل في صميم هذا النهج، من المهم أن نفكر في أفضل طريقة لتلبية احتياجاته الفورية وأن نبني أيضاً مرونته. أظن أن نقطة الانطلاق المناسبة ستكون من خلال اعتماد النهج التشاركي في تطبيق النموذج، وهذا يعني أننا نحتاج إلى التواصل مع الأطفال، نحتاج إلى التواصل مع العائلات، نحتاج إلى التواصل مع المجتمعات المحلية كي نفهم احتياجات كل من هذه العناصر، كي نفهم وجهات نظرها، كي نفهم قدراتها، وكي نفهم أيضاً رغباتها. تشكل إدارة الحالات جزءاً مهماً من هذه العملية، فبعد أن نفهم احتياجات الطفل من وجهة نظره، يمكننا أن نطور حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية هذه الاحتياجات. وقد تشمل هذه الحلول على الدعم النفسي الاجتماعي وإقامة الروابط بين الأطفال والخدمات التي يحتاجون إليها ودعم العائلات والأنشطة الجماعية. إن الأنشطة الجماعية من أجل رفاه الطفل التي يمكن الاطلاع عليها في المعيار 15 من المعايير الدنيا لحماية الطفل، تمنح الأطفال فرصة أن يجتمعوا ويلتقوا في بيئة آمنة يمكن التنبؤ بها كي يتعلموا ويعبروا عن أنفسهم ويقيموا العلاقات الاجتماعية ويشعروا بأنهم يتلقون الدعم. وقد تشتمل إدارة الحالات على العمل مع الأطفال المحتكين بالقانون ومع عائلاتهم. إن المجموعة الواسعة من المسائل القانونية المتعلقة بالأطفال التي قد تظهر في الأطر الإنسانية مذكورة في المعيار 20. عندما يشعر الأطفال بالأمان والحماية ضمن بيئة عائلية،
يتمتعون بمرونة أكبر. فالأهل ومقدمو رعاية يلعبون دوراً أساسياً في مساعدة الأطفال على التأقلم خلال الأزمات الإنسانية. عندما تقدم الدعم لعائلة معينة، فإنك بطبيعة الحال تقدم الدعم لمجموعة أوسع بكثير من المسائل التي تتخطى مثلاً واقع أن الطفل منخرط في عمالة الأطفال. فإذا شعر أهل الطفل بأنهم يتلقون الدعم من خلال تفاعلاتهم مع برامج الحماية الاجتماعية ومشاركتهم فيها، فإنهم لن يتقبلوا فحسب فكرة عدم إشراك الطفل في عمالة الأطفال، بل سيكونون أيضاً قادرين على أن يلعبوا دورهم كأهل لأطفال بشكل أفضل. في الإطار الإنساني، قد يشعر الأهل ومقدمو الرعاية أنفسهم بأن الأمور تخرج عن سيطرتهم. يعرض المعيار 16 الطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها تقوية البيئات العائلية وبيئات تقديم الرعاية للأطفال بحسب كل ظرف من الظروف. قد يحتاج مقدمو الرعاية إلى مستويات مختلفة من الدعم. يمكن أن تشتمل الخدمات على الدعم النفسي الاجتماعي أو المساعدة النقدية أو التواصل مع العائلات الأخرى. في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا، تلقى الأهل دروساً في التربية الوالدية الإيجابية كجزء من خدمات الصحة النفسية وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي. إن الدروس في التربية الوالدية مهمة بالنسبة إلى الأهل، لكي يفهموا احتياجات أطفالهم فحسب، بل أيضاً كي يفهموا كيف أن الأهل أنفسهم يلعبون دوراً في غاية الأهمية في رفاه أطفالهم الاجتماعي والعقلي والجسدي. نحن كجهات فاعلة في مجال حماية الطفل يجب أن نعمل كي نحرص على إبقاء العائلات ملمومة الشمل قدر المستطاع، وأن نستنفذ كل الخيارات الأخرى قبل أن نفكر في الرعاية البديلة التي نستعرضها في المعيار 19. يمكن أن تزعزع الأزمات الإنسانية الشبكات المجتمعية الموجودة لحماية الطفل، ولكن يستطيع الشركاء والجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن يعملوا معاً مع المجتمعات المحلية لإعادة بناء وتقوية شبكات الحماية هذه في أسرع وقت ممكن. في العراق مثلاً، أجبرت سنوات الحرب الطويلة الكثير من العائلات على الهروب من منازلها، وزادت جائحة كوفيد-19 الوضع سوءاً. من خلال استعمال النهج الاجتماعي الإيكولوجي، قام العاملون في مجال حماية الطفل في العراق بتطوير استراتيجية مختلفة لمخاطبة مسائل العنف ضد الأطفال. لقد سألنا أنفسنا، من المسؤول عن العنف ضد الأطفال في مثل هذه الأوقات؟ وفي هذه الحال، من الذين يثق بهم الأطفال وقد يطلبون منهم الدعم؟ للإجابة على هذا السؤال، وجدنا أن الأطفال يتعرضون عموماً للعنف الممارس ضدهم من قبل أهلهم أو مقدمي الرعاية لهم، وقد يطلبون المساعدة من أقربائهم وعائلتهم الممتدة أولاً. لذلك استهدفنا الأهل من خلال مهارات التربية الوالدية والدعم النفسي الاجتماعي، لأنهم كانوا يمرون بظروف صعبة في تلك الفترة، وأفراد العائلة الممتدة والأقرباء وأعضاء المجتمع المحلي أيضاً تلقوا تدريباً على التحديد الآمن والإحالة الآمنة والتوعية في سياق العنف ضد الأطفال وكيف يمكنهم منعه. إذن من خلال النظر إلى الطفل ضمن الإطار الاجتماعي الإيكولوجي، فإنكم على الأرجح ستقومون بتصميم البرامج بشكل وقائي، بدلاً من أن تصمموا استجابة خاصة بإحدى الاحتياجات المعينة لحماية الطفل. كما أن ذلك يفتح الآفاق للعمل في جميع القطاعات، لأننا سننظر إلى العائلة كوحدة أو إلى المجتمع المحلي كوحدة. فإذا لم نقم بتلبية الاحتياجات الأساسية لهذه العائلة وهذا المجتمع المحلي، فإننا غالباً لن نتمكن من جعلهم يدعمون الطفل. على مستوى المجتمع، لدينا فرصة في أنظمة العدالة الأوسع وأنظمة التعليم وحماية الطفل كي ندعم رفاه الأطفال وحمايتهم. يشتمل هذا الأمر على ما يلي: تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الموجودة كي تقوم بواجباتها في الأطر الإنسانية، تقوية وصياغة القوانين والسياسات لدعم حقوق جميع الأطفال، المناصرة من أجل تمويل ملائم ومستقر لحماية الأطفال،
مخاطبة الأعراف والقيم الاجتماعية المؤذية، إعادة البناء بشكل أفضل من خلال أنظمة رعاية اجتماعية وشبكة أمان أقوى. ولكن لتحقيق كل هذه الأهداف يجب أن نعمل مع جميع القطاعات والوزارات من خلال استخدام النهج الاجتماعي الأيكولوجي الوارد في معايير الركيزة الثالثة من المعايير الدنيا لحماية الطفل. يمكننا أن نقوي الأنظمة كي تؤمن الوقاية وتستجيب بفعالية أكبر لاحتياجات حماية الطفل ورفاهه. ما أجده مثيراً جداً للاهتمام في استخدام هذا النهج هو أنه يمنح الجميع فرصة كي يشاركوا في العمل في مجال حماية الطفل. فإن كنتم فتياناً أو فتيات، وإن كنتم أمهاتاً أو آباء أو مقدمي رعاية، إن كنتم قادة في المجتمع المحلي أو حتى مشرعين، يسمح لكم هذا النهج بأن تكونوا جزءاً من الوقاية ومن الاستجابة للعنف والإساءة والإهمال والاستغلال ضد الأطفال. لو أردتم أن تعرفوا المزيد عن النموذج أو النهج الاجتماعي الإيكولوجي، نحن نشجعكم كل التشجيع على إلقاء نظرة على المعايير الدنيا لحماية الطفل التي أعدنا إطلاقها عام 2019 والتي جعلناها متوفرة على شبكة الإنترنت.